الدرس اللي فات استخدمنا أمر البحث، لكن عشان نلاقي الملف، ولو تفتكروا إن احنا رحنا مثلا ماي كمبيوتر، قلت لكم روح صفحة الإنترنت بتاعت اللي أنا عاملها على الكمبيوتر أهو، قلت لك نبحث عن ريزومي، فأنا افترض أنا بحثت عن ريزومي 3، فقال لي لقيتها لك. الامتحان بيهمه إيه؟ احنا بيهمنا عامة بالنسبة لنا احنا ان احنا الحمد لله لقينا الملف ونشغله ونفتحه، لكن في الامتحان عايز يتأكد ان لقيته، فبيقول لك اكتب لي المسار بتاعه. مساره يعني ايه؟ مكانه هو فين. طب اهو سهل قوي، سي على بهيج سايت سلاش دوكيمنت. جميل، فانت ممكن تكتبها له في الاجابة، مربع الاجابة بمربع كده صغير بتكتب فيه. لو مش عايز تكتب لانك خايف ان انت تكتب غلط، لان لو حرف واحد هيحسب لك غلط، فتعمل ايه؟ انقل دي. انقلها ازاي؟ اقول لك ازاي. تعال هنا اختارها، وباليمين قول له open file location، يعني افتح المكان اللي موجود فيه الملف، مش الملف، المكان اللي هو ايه؟ المجلد. اضغط عليه، هو ده المكان اللي موجود فيه الملف. تخيل لو جيت ضغطت بالماوس الشمال على الاخر كده، اختاره، وباليمين اقول له كوبي، خلاص هو موجود فين؟ سي على بهيج على دوكيمنت، وتروح في المكان اللي قال لك الزقه فيه او قال لك بيست، وباليمين اقول له ايه؟ لصق، يروح ايه؟ كاتبها لك. ماشي. واحد يقول لي لا في طريقه تانية. يا سيدي مش مشكله، الطريقه التانية يقولها، بس المهم ايه؟ المهم برضو ايه؟ تلاقي الملف وتكتبه صح. بس قول لي ايه الطريقه التانية؟ الطريقه التانية برضو ان انا هعمل هنا ريزومي 3. ماشي، لقيتها؟ نعم. واجي هنا واختاره، وباليمين اقول له خصائص او بروبرتيز. نعم. هتلاقي هنا كلمه لوكيشن. نعم. اختارها، اختارها يا سيدي اهو من اولها لاخرها، وباليمين اقول له كوبي. ماشي. وبعدين هنا هو تيجي هنا تقول له ايه؟ لصق. جميل، جميل جدا. ماشي. لكن بس انا عندي تنويه بسيط، ان لو كان المجلد باللغة العربية يستحسن وانت بتعمل كوبي وانت بتعمل ايه بيست او لصق تقلب ده ايه اللغة العربية، عشان الكمبيوتر يفهم ان الحروف اللي بياخدها دي هي حروف عربية مش حروف ايه انجليزية، عشان يفهمها. ماشي، ماشي. طيب عشان نكمل نشوف النقطة اللي بعديها، البحث عن ملفات باستخدام الاسم الكامل دي عملناه، او جزء منه برضو عملناه، ان لو كتبت ريزومي بس هيجيب لي كله ريزومي 1 و 2 و 3، يعني جزء. انت على فكره حتى لو كتبنا ريزو ها برضو هيجيبها لي. تعال نشوف كده نتاكد، نيجي هنا هو برضو نفس الشيء، ونيجي البيك سايت ونكتب هنا ار اي اس، ده جاب لي ريزومي اهو حتى جزء. يو قللها ريزلت، ام بدون ايه جاب لي كل الرزومي. يبقى اذا ايه؟ سواء جزء او كامل. طيب رزومي، ماشي الحال؟ ماشي، ماشي الحال. اوكي، يبقى ايه؟ جزء او ايه او كل، فبيجيب لك. طيب السؤال بقى، نعم، او واسطة المحتوى، يعني ايه محتوى؟ شيء جواه. يعني انا اوريكم حاجة، ماشي. لو دخلنا على صفحة الانترنت بتاعتي بهيج.com، اوكي ماشي، هتلاقوا فيه هنا في الصفحة الأولى آية قرآنية، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. إزاي ما نتوكلش على ربنا سبحانه وتعالى وهو هدانا سبلنا؟ اللهم اهدنا سبلنا يا رب. فأنا جيت قلت وأنا حاطط الآية دي فين؟ أنا ناسي، أنا عايز الصفحة اللي أنا حاطط فيها كلمة وما لنا. شوف انا في كم، في تقريبا ممكن يكون في صفحة الانترنت عندي فوق 300 400 صفحة، ولكن انا عايز الصفحة اللي مكتوب فيها ايه؟ وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. هندخل على السي، نعم، وندخل على بيك سايت، نعم، واقول له لو سمحت جيب لنا هدانا، هدانا، انا بدور على كلمة هدانا، هدانا كده، اوكي بدور عليه، ما جابليش حاجة. لأنك لازم تقول له أنا بدور على الفايل كونتنتس، اضغط عليه. قال لك موجودة في ملفين، ملف ديفولت وملف بيك سايت، إيه إندكس. اضغط عليها مرتين،
اهو شايفين موجودة ولا لأ؟ موجودة. طب اضغط على اندكس مرتين، موجودة ولا لأ؟ موجودة. هي موجودة في صفحتين، الصفحة الأولى اسمها ديفولت، الصفحة التانية اسمها اندكس. بنفس الطريقة باجي باليمين واقول له اوبن فايل لوكيشن، واختار الفايل لوكيشن من فوق واقول له كوبي، واروح في المكان اللي خصصه ان انا الزق فيه الكلمة بيست او لصق. او بالطريقة التانية عشان نبقى خلصنا الدرس، اللي هي ايه؟ ان انا باجي برضو دورت، فاكرين هدانا اهو، دورت عليها وقلت له لا الفايل كونتنت، لان دي في داخل المحتوى، دي مش اسم ايه، مش اسم الملف ده، حاجة جواه. واجي برضو هنا هو ديفولت واقول له باليمين، اقول له بروبرتيز، دي الطريقة التانية، وراح اعمل كوبي للايه، لللوكيشن، واجي في المكان اللي قال لي الزق فيه اللي هو مكان الوورد، واروح اقول له لاسك. طبعا هو بيجي في الامتحان مربع للاجابة بتحط فيه الايه، الكلام ده. طيب وخليكم معايا، لان في البحث عندي لسه درسين نكملهم بعد كده.